دكتور متابع جيد في موقع مصر في المجال، أنا بحاول حضرتك النهارده أتكلم معاكم مع جمعيتنا المتفوقة إنتاج الأولى على محافظة الألوية الشهادة الإعدادية. هنعرف النهارده بقى إنتاج تعرفنا لنفسها، تقول لنا سر الفوز إيه وكيف النجاح ده مين؟ مساء الخير. مساء النور. أي أستاذ؟ الحمد لله، كل سنة حضرتك عامله. الله يبارك في حضرتك. كل مصر والله تحرير جريدة أهل مصر بتقول لك مبروك، وإن شاء الله كل سنة نيجي نسجل معاك ونقول لك مبروك. يا رب، الله يبارك في حضرتكم. والله سر التفوق قولي بقى عرفيني لرب. بنفسك الأول. ريتاج أحمد، مدرسة طلائع الفاروق عمر. في درست الخصوص مدرسة تعليمية. شكرا. محافظة أنت الألوية، محافظة المجموع الألوية بتاعك؟ 280 280. ما شاء الله. شكرا. قولي لي بقى، يعني وصفي لي فرحتك. كنت متوقعة الأول إن أنت تجيبي لا درجة نهائية؟ الحمد لله، كنت متوقعة الحمد لله، عشان ذاكرت وتعبت، وكان كله بفضل ماما، وتعبت معايا كتير جدا والله، وكان بفضل مدرسين المدرسة، تعبوا معانا وشجعوني ووثقوا فيا بصراحة. تفيلي فرحتك بقى لما عرفتي انك طلعتي الاولى على الالوهيه ما كنتش الشهاده. مصدقة بجد والله، بس الحمد لله ربنا بيكتب لكل حسيتي مجتهد نصيب. بذهول كده؟ اه هما بقى توصف لنا انت حسيتي بايه يعني؟ عايزه اقول لك، يعني هي فرحه كنت بتمناها ليل ونهار، وبدعي بيها كل ما اجي انام ان انا ربنا يفرحني ببنتي. وكل بناتي اللي هم اصحاب ريتاج وكده كانوا معاها، طلابي في الاول وفي الاخر برضو. كنت فرحانه بريتاج قوي، وكنت بتمنى لها خير، لاني عارفه هي تعبت ازاي، و مش كنتش مصدق، بس كنت فرحتي بتهز قلبي، بتهز الدنيا كلها حواليا. اه انا بكيت، انا كان كل اللي عليا لما مستر محمد مدير المدرسه رن عليا، ما بقتش عارفه ان انا مش قادره اصدق. اقول له والله طب قول لي بجد، طب قول لي بجد، وانا مش مصدقه. يقول لي المحافظه يرن عليكي، مجرد ما قال لي المحافظه يرن عليكي، وحسيت ان بنتي طلعت الاولى، الدنيا ما كانتش مسيعه يعني بصراحه. ربنا يا ربنا يا رب يوعد بيها كل ام كده، هو ازاي تعبت مع اولادها وينولها لها. انا مدرسه الحمد لله. قولي الله لي بقى يخليك. انتاج سر تفوقك ايه؟ كل زمايلك في الشهاده الاعداديه او في ثانيه اعدادي وقبل الشهاده بيبقوا عايزين يوصلوا لفرحتك، قولي لهم ازاي قدرتي توصلي للنجاح ده؟ ربنا يخليك ان شاء الله على خير. والله بس هو الفكرة ان انت دايما بس تلتزم بصلاتك، وان انت تكون بس قريب من ربنا، وان انت تنظم وقتك عشان تعرف تذاكر وتجتهد. ان انت يعني تنظم وقتك عشان تعرف تذاكر، عشان ما تجيش ان انت تقعد على ليلة الامتحان ما تعرفش تذاكر. ابدأ من بدري ونظم وقتك، واللي بيتعب طول السنة ربنا بيديه. بتذاكري كم ساعة في اليوم؟ هو مفيش ساعات معينة، بس أنا كنت بذاكر في أي وقت أنا بلاقيه فاضية، كنت بستغل إن أنا بقعد أذاكر بس. مش بتعدي ساعات؟ لا هو عادي، بتيجي أول ما بصحى بقوم بروح المدرسة، وبرجع بريح شوية وأقعد أنزل دروسي وأجي أذاكر بس. بتاخدي دروس في كل المواد ولا مواد معينة؟ لا هي مواد معينة بس، بتاخدي كام درس؟ هو الرياضة والعلوم والدراسات والإنجليزي بس. بتاخدي 4 مواد. كانوا بياخدوا من وقتك ولا كنتي بتقدري تنظمي ما بين المذاكرة وما بين لا كنت بقدر انظم الحمد لله، بتساعدي ماما؟ هي اللي كانت شغل الدعوة بتساعدني كده؟ والله بصراحة، ما سابتنيش والله، ربنا معاها. تستاهل النجاح ده. ماما اكيد يعني. نفسك يعني تبقي ايه؟ تحلمي تبقي ايه؟ مهندسة بترول ان شاء الله. اشمعنى يعني؟ بحبها. ليه ذلك ان شاء الله؟ يا رب. وعقبال ما نجيب كل سنة ونقول لك مبروك النجاح والتفوق. يا رب. أنا خالي الإنتاج، ولينا النهاردة يعني احنا من اول الدقايق الاولى الاعلان النتيجه لقيت حضرتك واقف جنب باباها وحضرتك بتقدر تاكل. لا هو احنا هنا كلنا بيت أسرة، هنا كلنا أسرة، كلنا يا بعضنا، أولاد العيلة كلها، ولادي ولاد أختي ولاد كلنا، يعني بيت عيلة كله على بعضه، فكلنا الحمد لله بنبقى واقفين جنب الأولاد في أي حاجة، في أي كبيرة في أي صغيرة، والحمد لله في بيننا وبين أولادنا كلهم تنافس في الشهادات الحمد لله كلهم. في حد تاني من العيلة في الشهادة الإعدادية مع البنات؟ عندنا اتنين تانيين، اتنين تانيين؟ حضرتك واحد، برضه معلم؟ لا أنا مش معلم،
انا مهندس. يعني هو مهندس في هي كده عايزه تبقى مهندسه اي، بس هي تدخل فنون تطبيقيه كده. هي كده عندي ابني برضه. انت ما بديش حابه الهندسه عشان خالك؟ لا بس هي مجال غير مجال خالص، هي فنون، هي بقى ديكور وحاجات من دي. لا دي هندسه بترول. بترول ولا ديكور؟ هندسه بترول. بترول، انا سمعتها ديكور وانا قاعد هنا والله، قلت عشان كده فنون تطبيقيه. يلا ربنا يوفقها يا رب، يوفقهم كلهم يا رب في اللي هم عايزينه. اكيد احنا كلنا مع بعض. ما هو لسه لو جيتي هو لسه العيله كلها هتيجي، ما العيله كلها هتيجي عشان الثلاثه يحتفلوا مره واحده كمان. العيله خدت خبر فكلهم هنتجمع على اخر النهار بالليل ونحتفل بقى ونهيص. العيله كلها هتتجمع على اخر النهار بالليل بقى وكلنا هنحتفل ونهيص مع بعض. بابا عارف ولا لسه؟ اه طبعا عارف، كان فرحان جدا. والله بشكر مدرسين المدرسة جدا ومستر بطرس، مستر هاني، ومس سامية، ومستر روماني ربنا يوفقهم، ومستر أحمد أبواب ربنا يوفقهم، والله تعبوا معانا جدا والله طول السنة، وإن شاء الله كل مجتهد نصيب، اتعب وذاكر هتلاقي. Thank you.